قصتي مع الهجرة هي أن كل اللبنانيين الذين أتوا إلى أستراليا مروا عبر الهجرة وعبر مرحلة طويلة، لكن وصلنا إلى أستراليا بلد الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار، وعشنا في هذه البلاد متحملين آلام بلادنا وهموم بلادنا ومشاكلها، ولا يستطيع واحد منا أن ينسى المكان الذي ولد فيه وترعرع فيه. لا نستطيع أن ننسى الأهل والجيران، المدرسة ولا الجامعة ولا الأصحاب. فبتنا نعمل بجد ونشاط لنعطي صورة إيجابية لأبناء جاليتنا هنا في أستراليا كيف المطلوب منهم التكاتف والتضامن. نأوي إلى ركن شديد، إلى ركن المحبة والتسامح والانفتاح والحوار، يطلب منا أن نكون الصورة التي يقتدى بها والمثال الذي يحتذى به. فالجالية اللبنانية بشتى تنوعاتها ولله الحمد تعطي صورة رائعة عن عملها، وهي لبنة صالحة في بناء المجتمعات. نحن في غربة، في هجرة، قد يفرح البعض وقد يحزن البعض، ويحزن ويتألم لما يرى الفساد والهدر، يحزن عما يمر فيه الوطن، لكن في النهاية أنا يعني مسرور جدا وأفتخر جدا أن لي وطن، وهذا الوطن ينبغي أن أصونه بأشفان عيوني، أضعه في عيني وفي قلبي، نعطيه من كل قوتنا، لأننا لنا أرض ولنا مكان نأوي إليه ونرفع رأسنا حين يذكر اسم لبنان. منذ أن وطأت أقدامنا هذه البلاد ونحن نعمل جاهدين لخدمة أبنائنا وبالأخص الشباب، الجيل الجديد، الشباب والشابات، لابد من أن نغرس فيهم حب الوطن وحب العلم. السلاح القوي بين أيدينا الآن هو أن نرى أبناءنا يتحصنون بالعلم، أن نرى أبناءنا يدخلون الجامعات فيتخرجون ويحملون الشهادات ويمثلون هذه الأمة بوظائفهم بالرتب التي وصلوا إليها. والجالية اللبنانية الحمد لله جالية مفخرة ومعزة، حتى وصل من أبنائنا منصب الرؤساء بلاد ووزراء ونواب ومحامين وقضاء، ولنصل أن يكون القدوة للآخرين. همنا أن نسعى للوحدة وأن نسعى لنحافظ على جيلنا وأن نعلمهم اللغة العربية وألا ينسوا لغة قومهم مع اللغة الإنجليزية التي هي تحصيل حاصل لأبنائنا هنا في هذه البلاد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا وأخذ بأيدينا لما فيه الخير والسداد ولمصلحة العباد. وشكرا لك أخ جورج، ونتمنى لك التوفيق والسداد، وشكرا لكم والسلام عليكم.